اف ال ايكوالز 400 متر شوية دول، والدي 5 مليمتر، والديامتر الكبير في الاسطوانة دي 100 مليمتر، which is the correct value for delta. مستوى المي، مستوى المائع ده اللي هو رو ام كان كده. الضغط ده خلاه ينزل، المسافة دي ال اللي هي على المايل، فكمية المية دي كلها نزلت وطلعت هنا. نفس شوية المية دول كان نزل، كان أزرق، نزلوا وطلعوا فوق. فالشوية دول يساوي الشوية دول، فوليوم، الفوليوم ليفت يساوي الفوليوم رايت. وطالما عندنا حاجة تساوي معادلة تساوي معادلة، مش لازم نحول. فنقول على اليسار مساحة السطح في الارتفاع هي مساحة سطح دايرة، يبقى باي على 4 في 5/4 في ال اللي هي مايلة. هنا هتساوي باي على 4 برضو في دي تربيع في دلتا. نقدر نشطب ده مع ده. ال ال قال لنا ب 400، مش هحول ولا احول الدي برضو، ما حولتهاش. هنا 20 100، هنا 100 تربيع، تطلع الدلتا بالملي، لان دول ملي تربيع ملي، ملي تربيع ملي. الدلتا هتساوي 5 تربيع في 400 تقسيم التقسيم 100 تربيع، فطلعت 1 ملي متر. يبقى صعود المائع هنا هيكون ملي، لو نزل هنا 400 ملي، لان ده كبير ده صغير، يبقى ملي. بيقول اف بي ريفرنس بتساوي 0.015 بار، والثيتا 30 درجة، والرو للمائع ام 850، والرو فلويد اللي هو هنا 2 كيلوغرام على متر مكعب، ومديني الاتش كمان 0.2 متر، which is the correct value of P هنا. نفس الشيء هنقول ال P left يساوي ال P right، بس نجد مكان يلتقوا فيه نفس المائع نفس المستوى الأفقي. طبعا واضح هنا الاتنين دول نفس المائع ونفس المستوى الأفقي. ناخد من هنا كل ارتفاع ومن هنا كل ارتفاع، كل واحد حسب الرو بتاعه. هنا هيكون بي زائد، هنا رو فلويد في جي طبعا. الارتفاع هيكون ايه؟ اتش زائد الارتفاع ده اللي هو ال، بس ساين ال ساين ثيتا. احنا عايزين ارتفاع مش عايزين المايل، فالحجم ناخد المايل لان ميه موجوده، لكن في الهيدروستاتيك بريشر ناخد بس الارتفاعات. طب الرو البي رايت بيساوي البي ريفرنس زائد شوية دول اللي هو دلتا زائد رو ام في جي في دلتا زائد شوية دول اللي هما ال ساين ثيتا. يبقى هنا على اليمين نفس الطول، بس هنا يزيد دلتا، هنا يزيد اتش. نعوض، هو عايز البي، يبقى البي بي زائد الرو فلويد قال لي 2، الجي 9.8، والاتش قال لي 0.2، والال 0.4. هنا لازم طالما في متر لازم احول الملي للمتر، ما ينفعش ملي مع متر. 0.4 ساين 30 يساوي البي ريفرنس 0.015 بار، لازم احولها لان ده بيطلع بالباسكال، زائد الرو ام اللي هي 850، 9.8، الدلتا اللي هي ملي طبعا شغالين متر فلازم احولها 0.001، زائد ال ال ساين 30. معادلة طويلة هتطلع البي، وعايزها بالبار او بالباسكال نشوف تطلع بايه. هنقول هنودي كل ده من هناك، يبقى ده هيروح بالماينس 2 في 9.8 ضرب 0.2 زائد 0.4 ساين 30. ناخد شوية دول بالماينس زائد 0.015 10 أس 3، لا 10 أس 5، ده بار، زائد 850 في 9.8 ضرب 0.001
زائد 0.4 ساين 30 يساوي 3166. بس كده، فمش لازم نحوله لبار لان اقل من 1 بار، يبقى نسيبه باسكال. اقرب اجابة 3168 باسكال.